الجناية رقم 7429 لسنة 2022، جنايات المنتزه أول والمقيدة برقم كلي 3343 لسنة 2022، جنايات نيابات المنتزه الكلية والمقيدة ضد نهرو عبد المنعم توفيق عبد المنعم. بعد مطالعة الأوراق وطرحها على بساط من البحث والتمحيص لاستجلاء الصورة الصحيحة للواقعة، وبعد المداولة قانونا والاطلاع على المواد 304 فقرة 2 و309 فقرة 2 و313 و381 من قانون الإجراءات الجنائية و32 والمواد 32 و86 و234 فقرة 1 و4 من قانون العقوبات و1 فقرة 1 و25 مقرر فقرة 1 و30 فقرة 1 من القانون رقم 394 لسنة 54 المعدل والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق والمواد 1 فقرة 1 أجيب و2 فقرة 2 و19 فقرة 1 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب. لذلك حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة نهرو عبد المنعم توفيق عبد المنعم الشهيد عبد الرحمن نهرو بالإعدام شنقا عما نسب إليه مع مصادرة السلاح الأبيض المضبوط وإلزامته المصاريف وإحالة الدعوى المدنية المحكمة المدنية المختصة رفعت. الديار المصرية حكمت المحكمة بالإعدام شنقا على المتهم نهرو الذي قتل البابا أرسانيوس في الإسكندرية في شهر رمضان المبارك بالإعدام شنقا. ويعاقب القانون شأنهم شأن أي مجرم موجود في الأرض كده بدون سبيل. سرعة اتخاذ القرار دي عنوان للعالم أن مصر قضاءها ناجز، مصر قضاءها ناجز، قضاءها عادل ناجز خلال جلستين، وده شهادة للعالم كله أن فضيلة المفتي أقر الإعدام لأنه يرفض هذا دينيا، وصدر حكم الإعدام النهارده شنقا طبقا للشريعة الإسلامية وطبقا لقانون العقوبات. طب حضرتك شايف كده إن ليه حق الطعن يطعن في خلال قد إيه؟ يطعن في النقض، وإن شاء الله النقض هيقرر لأن القضية حققت من جميع النواحي. هو الطعن في خلال قد إيه الفترة؟ خلال 60 يوم. 60 يوم. يطعن فيها ويبدأ الحكم من جديد وينظر النقض، وإن شاء الله النقض هيقرر الإعدام لأن القضية بحثت، وضابط الأمن الوطني قال إن هو لاحظ إن هو شاف الأب الكاهن نتيجة فكره ونتيجة شهوره ارتكب هذه الجريمة. الشهود قالوا ان هو ارتكب الجريمة بطريقة اصلا محترفة لان هو ده بروفيشنال في القتل، ضربه في مقتل، هو اقرار المتهم نفسه اعترف ان هو عايز يعمل حاجة يسمع في الامن تاني ويسمع في الجماعة اللي انتهت. انا عايز اقول للعالم كله ان احنا ما عندناش جماعات ارهابية، جماعات ارهابية قضى عليها السيسي وكلهم معتقلين ومفيش اي حاجة. في اشخاص لديهم فكر منذ القدم، الفكر ده هو اللي بيتحاسب عليه، لكن مصر آمنة ما عندناش إرهاب. دي أحداث فردية ناتجة عن فكر خاطئ مرصف فيه منذ سنوات، فهو بيحاسب عن فكره، وهذا ليس فكر الأديان، هذا ليس فكر الأديان، وهذا ليس فكر الناس العقلاء. ده يعتبر خارج عن القانون. راجل بيعتنق فكرة، اعتنق الفكرة ديت أدت بيه إلى حبل المشنقة. ليه؟ لأن قتل نفسا بريئة.
في حالات كتيره قوي الناس بتقتل حد بريء، يعني الواحد بيشد مع شخص، انما ده مختلف تماما، بيبقى قتل خطا او قتل، انما هذا الشخص كان معتقل 17 سنه لانه كان ينتمي للجماعه الاسلاميه اللي هي منذ قديم الازل، اللي هي دلوقتي النهارده محصوره ومش موجوده في مصر اصلا. فهو نتيجه فكره العقيم دوت بيكفروا الحكومه، بيفكروا اي حد لابس زي اي حد طبع الطائفه المسيحيه، فهو الفكر ده مازال مترصف فيه. العديد رجعوا نفسهم وبقوا ناس سويين، لكن هو اعتقد ان هذا الفكر لسه موجود جواه، فصمم ان هو يعمل جريمة. لذلك انا لما بدأت مرافعتي قلت ايتين، قلت ايه للمسيحيين، قال السيد المسيح له يزن كل من يقتلكم انه يقدم خدمة لله، فهو قدم خدمة لفكره. وقلت برضو الآية اللي في القرآن الكريم، خلقناكم ذكر وأنثى، خلقناكم قبائل وشعوب لتعرفوا إن أقربكم عند الله أتقاكم، فالعبرة عند ربنا بالتقوى. فهذا الشخص خارج عن القانون نتيجة فكره العقيم اللي هو أدى إلى حبل المشنقة. لكن إحنا قضاءنا عادل، قضاءنا ناجز، العالم كله يعرف إن قضاءنا أصلا قضاء ناجز، قضاء عادل. جلستين حكم على هذا الشخص مجرم، ان يعني كلمه للقضاء في قضيه ما خدتش جلستين، وكان طبعا الدائره ديت من الدوائر المعروف عنها بالحكمه وبقوه القانون وبالعداله. جميع دوائر في مصر عندهم عداله مطلقه، حالفين يمين الله يقدموا رساله للعداله. فالمحكمه حققت هذه الدعوه وسمعت لجميع الشهود اللي هم شافوا الواقعه، وضابط الامن الوطني لما جه وانا قمت بسؤاله انا وفريق الدفاع، قال ضابط الامن الوطني اللي هم بيهاجموه انا ما بعرفش بيهاجموه ليه، الضابط قال كلمه هي تمثل سبق اصرار، قال مجرد ما شاف الاب كان نتيجه فكره ونتيجه شعوره قام بالفتك بيه. هو السيد الضابط نوه لنا ان هي في وقعه سبق اصرار، لان سبق الاصرار هو القصد المصمم نتيجه الفكر، فهو فكره اللي ادى بيه الى وقعه القتل ده. فمن هنا المحكمه اقتنعت من كلام الشهود ومن كلام الضابط، وتحولت ان القضيه قتل عمد مع سبق اصرار وفيها غرض فكر ارهابي، ولكن هو لا يخضع للتنظيم معين، لان مصر ما فيهاش تنظيمات ارهابيه. مصر ليس فيها ارهاب يا جماعه، حضرتك تحدثت عن قانون الارهاب بالظبط كده، فيها اشخاص خارجين عن القانون، اشخاص خارجين عن القانون فكرهم عقيم. وبعدين التعصب ده مرض، في واحد متعصب بالكوره، اللي حصل في ماتش الاهلي وقتلوا الناس دي ده تعصب، فالتعصب ده بيبقى فكر بيؤدي الى جريمه. يلا يا اساتذه الباب بعد الصبح يا جماعه، ايه الاجراءات اللي بعد كده؟ باب يا اساتذه بعد الصبح، النيابه قطعت عن خلال 60 يوم، ولكن ان شاء الله يعني تنبؤنا جميعا بحكم ان احنا يعني بنعمل في مجال الجنايات اكتر من 40 سنه، تنبؤنا ان النقد ده هيقيد، لان القضيه حققت وفي اعتراف من المتهم انه بيعتنق هذا الفكر، في اعتراف من المتهم انه بيعتنق هذا الفكر. الجريمه عمل فيها سبق اصرار، الجريمه تمت بفكر ارهابي نتيجه فكره وليس طبقا لمنظمه معينه، نتيجه فكره. فانا اعتقد ان جميع الادله متسانده لهذا المتهم، جميع الادله متسانده تكمل بعضها البعض، فهو المتهم معترف، الشهود شاهدوه، طريقه القتل في مقتل ده دليل اخر، تنفيذه طبقا لفكره اللي هو قاله في الاوراق انه بيقتنع بفكر عمر عبد الرحمن اللي هو قتل السادات من قبل، وافكار السيد قطب معجب بيها جدا، وهو كان قبل اعتقاله كان تقدم في هذا الفكر، وهو النهارده دفع نتيجه هذا الفكر. وبالنسبه للاب اللي كان ده راجل شهيد وفي السماء، وان شاء الله كده حق المصريين جميعا جه النهارده بهذا الحكم العادل.